لقد اشتقنا كثيراً إلى زغلول. اليوم أتم أسبوعين وهو في رحلته إلى مملكة العجائب. لقد سمعت عنها حكايات كثيرة جداً، يقولون إنها أجمل مكان على الإطلاق. لا يوجد مكان أجمل من مملكة التمور. ألم تملي مملكة التمور وتريدين تجربة السفر؟ السفر مفيد وجميل ورائع، لكن تبقى مملكة التمور هي مكاني المفضل، فهي وطني. انظر يا مجهول، إنهم يرفعون علم مملكة التمور. أشعر بإحساس رائع عندما أرى علمنا. أعلم، إنه إحساس بالفخر والانتماء والوحدة بيننا جميعاً في مملكة التمور. هذا صحيح، فهذه الأرض هي أرضي وأرض آبائي وأجدادي. غداً سيقام احتفال يوم العلم لمملكة التمور. بالتأكيد سيكون الجميع سعداء في هذا اليوم. وأجمل شيء أن زغلول على وصول، وسيحضر معنا الاحتفال غداً. هيا بنا لنستقبله إذن. لقد اشتقنا إليك كثيراً يا زغلول. وأنا أيضاً اشتقت إليكم كثيراً، وكنت أتمنى أن تكونوا معي في رحلتي إلى مملكة العجائب. فلتحكي لنا يا زغلول عن مملكة العجائب، هل هي أجمل من مملكة التمور؟ أجمل بكثير من مملكة التمور. المكان هناك نظيف ومرتب، كما أن هناك 3 مدن للألعاب الرائعة والعديد من الحدائق والمساحات الخضراء. جميل جداً، أهم شيء أنك قضيت وقتاً رائعاً. لقد تمنيت حقاً أن أعيش هناك بدلاً من مملكة التمور التي مللنا منها. ماذا؟ مللنا منها؟ كيف تقول هذا يا زغلول؟ إن مملكة التمور هي بيتك وأهلك وأصدقاؤك، كيف تمل منها؟ اليوم هو يوم العلم الخاص بمملكة التمور، سنذهب كلنا، أليس كذلك؟ لا أعلم يا تمورة، ربما لا أذهب. ومن الممكن ألا أذهب أنا أيضاً. ماذا؟ كيف لا تحضران؟ زغلول قال إنه جلب لنا عروضاً للسفر إلى مملكة العجائب، ونحن سنذهب إليه لنراها ونقرر. لا يصح أن تفوت احتفال مملكة التمور بيوم العلم وتذهبان إلى رؤية عروض السفر. هل تريان أن هذا وقت مناسب؟ مجهول وشيشي سيذهبان إلى الاحتفال، يمكنك الذهاب معهما وربما نلحق بكم. كما تريدان. أرضنا بالمجد تمضي للأمام، حبها أكبر من كل الكلام. أيها التمر العلا في أرضكم، نحو أفق العز فلتلقوا الزمام. عنك يا أرض التمور الأوفياء، لن أغض الطرف إن جاء النداء. لن تعودي، لن تعودي للوراء، أرضنا بالمجد تمضي للأمام. أنا حقاً فخورة بمملكة التمور وأحب كل شيء فيها. هي تستحق هذا وأكثر، ولكن أخبروني، أين بقية أصدقائكم؟ لقد انشغلوا في أمر ما ولم يأتوا حتى الآن. أي أمر هذا الذي انشغلوا فيه عن حضور مناسبة مهمة كهذه؟ لقد ذهبوا إلى زغلول لأنه وعدهم بحجز رحلات إلى مملكة العجائب بأسعار مخفضة، وقد تجمعوا عند زغلول لمناقشة الأمر. وهل هذا يجعلهم يتغيبون عن حضور يوم العلم؟ سيكون لي تصرف معهم. انظرا إلى هذا العرض، نصف سعر الرحلة فقط لو سافر 2 خلال الأسبوع القادم. أنا أرى أن الوقت هكذا مبكر جداً، ونحن يجب أن نستعد جيداً للسفر. على العكس، أعتقد أن الوقت مناسب، يمكننا تدبير كل الأمور خلال أسبوع حتى نستفيد بالعرض. ولكن يا تمور، كيف سنخبر الجد عجوة بأمر السفر هذا؟ لا أعلم حتى الآن ماذا سنقول له. أنا أخشى أن يرفض هذا الأمر، كان يجب أن نذهب ونستشيره أولاً يا تمور. دعنا نرى يا خلاص، لا تكن متردداً هكذا، نحن سنسافر لأسبوعين أو 3 ونعود مرة أخرى، الجد عجوة لن يرفض بالتأكيد. أتمنى هذا. حديثنا اليوم أيها الصغار سيكون عن حب الوطن. هذا
هذا موضوع رائع حقاً. إن الوطن رمز للهوية والتاريخ والحضارة والفخر، وواجبنا تجاهه يكون بالحفاظ عليه والدفاع عنه واحترام القوانين والالتزام بها، فهو يمنحنا حق العيش الكريم والحرية. ووجود الأهل والأصدقاء يا جدي يعطينا شعوراً بالاتحاد أيضاً. أحسنت يا شيشي، ولذلك أريد أن أوجه كلامي إلى طمور وخلاص وزغلول لأعلم منهم سبب عدم حضور يوم العلم وترديد النشيد. نحن يا جدي، في الحقيقة يا جدي نحن ذهبنا إلى زغلول لرؤية عروض السفر إلى مملكة العجائب. السفر شيء رائع وبه فوائد كثيرة جداً، ولكن يجب أن نحترم الواجبات الوطنية التي تنظمها مملكة الطمور، ويجب أن نقف بجانب مملكتنا في الحزن والفرح وندافع عنها ما استطعنا. وإذا أصاب الوطن مكروهاً لا قدر الله، يجب أن يقف جميع المواطنين معاً في اتحاد وقوة للدفاع عنه، فحب الوطن يتطلب التضحية في سبيله وبذل الغالي والنفيس حتى نراه في مكان أفضل. فهمت يا جدي، أنا أعتذر. يجب أن تعلموا أنكم مهما سافرتم فلن تجدوا مكاناً تشعرون فيه بالحرية كوطنكم، فمهما سافرتم ستشعرون بالغربة وستحنون إلى الوطن. وكما قال الشاعر العربي أبو تمام: كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبداً لأول منزلي. Bye.